يعني انا بشوف في حرب ما بين الرجال والست، هي المشكلة لما يكونوا مع بعض. لكن انا بقول كلمة حق، انا من النساء اللي اعرف حسناته كويس ومفتحة عيوني على عيوب الرجل. حاجة الله خالقه بطريقة معينة انه يكون مسؤول عن الأسرة، وعشان يكون مسؤول عن الأسرة لازم يكون شوية أجريسيف، بيطلع برا بيشتغل، لازم يوفر لقمة العيش لعيلته، لازم يكفيهم ويوفيهم. You know الرجل من وجهة نظري حاجة جبارة، حاجة رائعة. النساء اللي بيهاجموا الرجل ما أعتقد إن هم فاهمينه صح. يعني حتى ما هو عدم فهم الرجل وعدم إدراك المرأة للرجل وطبيعته اللي هي مختلفة عن المرأة، هو هذا اللي بيسبب الغضب ده اللي عند المرأة والقهر وإنه ما يتصرف بالطريقة اللي هي تبغى يكون عليها. أول شيء الرجل، خلينا نتفق إنه الرجل له كينونته، له وضعه، له شخصيته اللي مختلفة تماماً عن المرأة. المرأة ما حست بأنوثتها، الرجل مش هيتعامل معاها على أساس إن هي أنثى. كثير بسمع في الفيديوهات إنه هجوم 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 على الرجل. طب ما هو الرجال مين اللي ربى؟ ما هي مرأة. ولما الرجال بيغلط مثلا أو بيتزوج على زوجته، هو بيتزوج مرأة. يعني ما تقدروا تجردوا عشان الواحد يطالع في الأمور بموضوعية وبحيادية. الواحد معليش لما بيمر بتجارب قاسية جدا بيفهم وبيعرف وبيتعلم أشياء وبيتفهم. لما بشوف واحدة طالعة في برنامج وبتتكلم عن طليقها أو زوجها مثلا إنه سوى وعمل وبياخذ أولادها منها، بس هذه ما هي أمومة وهذه ما هي أنوثة. وبرضو يعني أنا ما بقول إن الرجل ما يلام، بيعمل تصرفات سيئة جدا وبشعة. معليش خليني أشرح. الرجل عنده حاجتين، إذا ما لقيها بيشوفها من برا. مش معنى كده إنه هذه تكون مبرر إنه يخون أو إنه يكسب أو إنه يكون عنيف أو إنه يضرب. ما في ما في ما في ما في عذر في الدنيا يخلي إنسان يتصرف بالطريقة هذه. بس أنا بشرح نفسية الرجل عشان يكون في تفهم لوضعه وما يكون في هذا الهجوم عليه. لما الراجل يحس إنه ما هو مكفي عيلته، ما بيحط أكل على الطاولة، إنه المرأة صارت مستغنية، طب هو كرجل ككيان، هو كيانه كله الشغل، كيانه كله إنه هو يصرف، إنه هو to provide أكل على 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 الطاولة، إنه يكفي أهله يكفي أولاده. لما ما يحس الإحساس هذا ويشوف المرأة إنها بتشتغل عشان هي برضو تبغى تصرف، وهي تعتقد إنها هي بتساعد الرجل بالطريقة هذه، بس هي في الواقع تاخذ منه حد من حقوقه. حتى ساعات تلاقي الرجل هو مش فاهم الحته هذه. اوكي وقت تبغى تساعده ما حيقول لا، في مراه وفي رجل. وخلينا نتفق انه طبيعه المراه مختلفه عن طبيعه الرجل، ما هي مجال للمقارنه، الحساب واحد عند رب العالمين. اوكي، لكن هذه لها طبيعتها ولها الأشياء اللي تقدر تكون تثمر فيها، والرجل نفس الشيء. لما المرأة ما تتفهم نقطة إنه الرجل يبغى يحس بكيانه، إنه هو اللي قاعد بيصرف في الواقع، هذا شغل الرجل مش المرأة. إذا المرأة تبغى تشتغل
فهي تشتغل عشان تتسلى، عشان تنبسط، عشان تستمتع. هي أساس شغلها، أساس شغلها، وشغل عظيم جدا إنها تربي الأولاد تربية صحيحة. الشيء الثاني، يعني لما 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 المرأة بتجي تطلع تشتغل وتقعد تنافس الرجل في البيت إنه هي ممكن تصرف، معناها مستغنية عنه. والرجل بيحب يحس إنه هو رجل، يعني أنت أب في البيت، أنت رب الأسرة، وفي نفس الوقت حبيبي والإنسان الوحيد في حياتي كرجل، أبو أولادي. يعني من حقه إنه هو يحس بقيمته، إنه هو قاعد بيعمل وبيسوي. ترى الرجل إجمالاً، يعني برضو الرجل ما يحب الذم، هو رجل لأنه بيحس إنه شخصيته لها سطوة. ليش؟ لأنه بيجتهد، بيشتغل، بيطلع، بيكرف، بيسوي، بيصرف على العيلة هذه، فيحب إنه هو يقدر. لما نحجي أذم فيه معناها إنه أنت مالك قيمة. هو راجل، رجال، هو طبيعته كده. مو لازم المرأة، مو معنى كده إنها تكنس وتنفخ وتعمل وتشرف، بس تتأكد إنه كل شيء في مكانه، كل شيء مريح، ملابسه مكوية، مغسولة، مطبقة، محطوطة في الدواليب، ريحتها حلوة، بشوش لما ندخل البيت، شيء يساعده ويشحنه إنه يقدر يطلع تاني يوم ويكمل. ترى الراجل يا جماعة لما بيطلع يشتغل بيتبهدل، بيتبهدل، إشي إهانات، وإشي ضرب على الراس، وإشي أشياء لازم، وإيش أشياء لازم يبلعها، ولازم معاناة. وما بيجي يحكيكي، ما بيجي يقول لك على الإهانات اللي بتعرض لها. أنت نيتك من أول إيش معها؟ هذا أول شيء في الأساس. أنت لما تزوجتي إيش تبغي؟ تبغي تبني أسرة، تبغي تجيبي أولاد، تبغي تستقري، تبغي تستمتع بحياتك أنت وهو. لما يشوف أنه أنت تركت البيت، عندك أولوية الشغل، الراتب بيجيك آخر الشهر، يعني هو ما له قيمة، يلا اصرفي أو أخذ منك الفلوس عقابا لك، يبعد عن أمثالك. ما هو frustration، استفزاز. مش معنى كده إن المرأة ما تطلع تشتغل، كل واحدة مصروفة. بس أنا بتكلم عن شكاوى النساء المتزوجات ومعاناتهم. والشيء الثاني، لما ما يحس إنه هو قادر يحمي، لما إنه والله المرأة تقدر تتصرف لحالها بيك من غيرك، أنا حياتي ماشية، إيش ده؟ هي أوكي ممكن تمشي، لكن ليش تقوليها؟ ليش تحسسيه هي؟ أنت إيش هتستفيدي؟ طب أنت ليه متزوجة من أساسه؟ أنت مش متزوجة عشان يكون سند ليكي وعشان يحميكي وعشان، لو أنت حتتدخلي في المجال حقه طبيعي حيصير في خلل، خلل اجتماعي رهيب صاير عندنا. اللوم ما ينحط على المرأة، اللوم على الاثنين، على هذا اللي بقوله. لكن أنا اليوم مستلمة طبعاً الرجل، إني بدافع عنه لأنه شايف الأمور مرة صايرة سيء. بعدين أنت لما بتطلع تشتغلي، أنت حقوقك كلها راحت باي ذا واي، يعني ما عدت الأنثى الرقيقة اللي لازم هو يحاوط عليها ويخاف عليها ويعمل لها ويسوي لها. هو موجود عشانك، هو مش موجود عشان بس يبغى يمتع نفسه. متعته إنك أنت تكوني سعيدة. الرجل إذا ما حس إنه المرأة اللي معاه سعيدة، ما عاد تبغاها، شبه فيها قاعد يعمل إفرت إفرت إفرت، وفي الآخر هي تعيسة. يعني وبعدين إيش يبغى؟ مش أبعد ألوم الرجل في أمور المرأة هي سببها. يعني لما أجي أذم في الرجل، معناها بذم في تربية أمه اللي هي مرأة، اللي هي زيها. أنا مش حقوم أحد، لكن خليني أقول لكم خطوات، أشياء تنفع. أهم شيء وشيء أساسي، نية ناحية الرجل ده. النية عبارة عن ذبذبات من القلب بتطلع وبتوصل للراجل. يعني لو أنت مثلا، إذا أنت بتحبي الشخص هذا،
ذبذبات حب بتطلع بتوصل له انك انت بتحبيه، فبيصير في الفه وموده ورحمه. لو في ذبذبات شك انه هو ماسك الموبايل عشان قاعد يعمل تكست لوحده، ست ثانيه اللي هي ست اللي هي سبب المشكله هذه كلها، مش بس هو هي كمان، بيوصلوا وبيصير في مساله عند الرجل. بطبيعته لازم يكون عنيد ولازم يثبت وجهة نظره ولازم رأيه هو اللي يمشي، لأنه هو برا البيت لازم يكون decision maker، لازم يعمل قرارات بتتأسس عليها الأسرة هذه كلها، فلازم يكون عنيد ولازم يحرقه المليان يعني. بس هو رجل ناضج ويعز عليه أنه يطلع رأيه هو الصح. ممكن أتكلم أقول إنه أنا هذا رأيي، بالطريقة دي حيسمعك أكثر. ساعات ترى السكوت بيكون كثير يفيد. يعني أنا أعرف إنه في رجال سيئين وأعرف إنه في عنف صاير وأعرف إنه، لكن لما نخلي فيه الروح هادي يعني، بلاش برمجة مخ تكون عند المرأة وعند الرجل عشان حياتهم تمشي. ما في الحنق هذا والقهر هذا من الرجال، ما حتحصل المرأة على الشيء اللي هو تبغاه. ما في حاجة اسمها انه الرجل هو بس اللي بيغلط. الراجل ما بيتصرف كده من راسه. بتكون المرأة ساعات عصبية، تتكلم عنه بشكل بتقلل احترام. اللي ابغى اوصله انه it's two-way street، يعني ما تقدر تيجي تلوم الرجل بس ولا طبعا المرأة. بس حرام اللي قاعد يصير في الرجال يعني ألاقي زوجات بيطلعوا بيتكلموا عن أزواجهم وعن تجربتها مع زوجها، وبيكون مع هير أكس وبيكون أبو أولادها. فالوضع مرة صعب. أنت بتأذي سمعة أولادك وبتأذي، حتى بتحط نفسك في موقف سيء جدا أنك أنت بتبيني أنت مريتي بإيش. هذه تعتبر غيبة وتعتبر خيانة عشرة يعني. وفي برضو أسباب لتصرف زي كده من الرجل، عنده مشاكل نفسية، عنده استفز زيتي بطريقة معينة. ما هو أكيد مش الحل إني أنا أطلع أتكلم بشكل سيء عن الرجل هذا اللي كان في عشرة بيني وبينه وأبو أولاد. يعني ما هو الحل، ولا الحل اني اروح افضفض لوحده من صاحباتي عن العمال اللي بيعملها فيا. هذه اسمها غيبه. هذه كل ما الواحد قال كلام سيء عن شخص، كل ما الامور بتزيد سوء، لانه السلبي بيجيب سلبي والايجابي بيجيب ايجابي. عاده بتلاقي المراه لما بتتكلم بالطريقه دي عن الرجل بتكون مجروحه. طبيعي الجرح اللي فيها هذا، إذا أنا حرجع أقول إنه أنا المسؤولة عن جذبي لهذا الجرح، معناها أنا في عندي حاجة، معناها أنا في عندي شيء لازم أشتغل عليه. ساعات الواحد وهو طفل بيشوف يعرف بالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة إلا أمه وأبوه. مثلاً تلاقي رجل عنده عنف، ما جاء كده، الشخص ما بينولد في عنف ولا إنه ممكن يضرب ولا يعنف مرأة ضعيفة. هي على فكرة المرأة ضعيفة إنه ما عندها عضلات، لكن عندها مخ يوزن البلد. المخ ده ممكن تحرك فيه الدنيا كلها. وفي عندنا أمثلة لنساء حكم. فاللي أبغى أقوله إنه الواحدة ما تستقل بنفسها، تتصاحب مع نفسها، تكون واثقة في نفسها. فكنت بقول إنه الراجل لما بيشوف إنه أبوه بيضرب أمه، بيفضل من ناحية الذبذبات، علم الذبذبات، انه بتفضل الصوره مطبوعه في اللاوعي. لما يكبر حتى لو هو طبعا مع كل الاحاسيس السلبيه المصاحبه للموقف هذا، تلاقيه لما يكبر حتى لو كان رافض ومقتنع تماما انه هذا شيء غلط، تلاقيه لا شعوريا جذب مراه من النوع اللي ممكن يمارس عليها العنف. الذبذبات تشتغل التدريبات في حياتنا كلها، بتلاقي لها شعوريا ضربها، لا شعوريا. مش معنى كده انه هو لا مسؤول، لا لازم يتعالج. بس انا بشرح طبعا يتعالج من
إحساس الغضب ممكن يكون، لازم طبعاً نفحص ونشوف، ممكن يكون إحساس التخلي إنه أبوه مثلاً تخلى عنه، ممكن يكون إحساس خوف ما له أي علاقة بالموقف اللي حصل. يعني ساعات الواحد بلاقي ساعات بيكون في ذبذبات أحاسيس ما هي منطقية جداً، لكن ما هي منطقية نهائياً. يعني أجيب لكم مثال، شخص عنده فوبيا، أساس موضوع الفوبيا عنده هو خوفه من الظلمة، خوفه من الظلام، يخاف من الظلام، ما يقدر ينام بالدنيا كلها ظلام، لازم يكون في كده نور بسيط، يخاف من الظلام. وأهمل الوضع، ذبذبات خوف عنده في جسمه صارت تجذب مواقف خوف أكثر وأكثر وأكثر، أهملها ما عالجها، وصلت لمرحلة انفجرت وصارت مرض اللي هو فوبيا. فاللي أبغى أقوله أنه لما يجي رجل يعنف مرأة أكيد في عنده في الأساس ذبذبات إحساس سلبي في جسمه. شغلي أنا مع مجرد ما أقدر أشيل الإحساس السلبي هذا، الشخص بيصير إنسان تاني. أنا ما ببالغ، كيسز جتني وصار في تحسن كبير في العلاقة الزوجية، السببين هدول اللي هو الرجل يحب يحس إنه هو مكفي عيلته، والشيء الثاني إنه هو قادر على حمايتهم. إذا انسلبوا واحد من الأشياء هذه أو الاثنين، يحصل عنده مرحلة خوف، مش خوف، عدم أمان، عدم أمان، عدم الأمان هذا بيوتره، بيخلي عنده عنف، بيخلي عنده قهر، بيخلي عنده نرفزة، وبيقلب الدنيا غم، بيصير نكدي، يعني بيخاف يخسر هذه البني آدم، هذا الإنسان اللي هو اختارها، اللي قلبه اختارها. ممكن تسبب له خيبة أمل. خلينا نتفهم، إحنا كنساء كأمهات عندنا أولاد، بالعكس اللي عندها أولاد أهم عندها تتفهم زوجها وتحاول تعالج، مش تتحمل تسكت وترضى إنه حقوقها تروح، لا. بس أنا حقي بيكون موجود لما يفتح لي باب السيارة، لما يفتح لي باب يزبط لي الكرسي، لما أجي أقعد. حتى وهم متزوجين هذه ما هي أشياء في بداية أي علاقة، لا، ممكن المرأة تخليها تستمر بأنها تكون أنثى حقيقية. نقول المجتمع في غلاء وفي لازم يدخلوا مدارس معينة، انت وافقتي على هذا الراجل، انت ما كذب يوم ما تكلم عن إمكانياته وانت رضيتي فيها، فما تجي بعد كده تجي تتدمري وتقولي انه الدنيا غليت. ترى البركة أهم من ان يكون في دخل كتير، البركة بتعوض، والبركة بتجي بالحب والألفة والمودة والرحمة بينك وبين زوجك، مش بكثرة الفلوس. الراجل بعد يوم طويل ويوم بعد يوم من الشغل والتعب والإرهاق، بيرجع البيت يلاقي واحدة بشوشة، يلاقي أولاده حوله، هم نظاف وحلوين ودمهم خفيف، عشان ينشحن عشان يقدر يطلع تاني يوم. يبغى حضن، يبغى مرأة تتفهم، يبغى مرأة حيشكي لمين إذا ما حيشكي لزوجته؟ إذا كان عنده شكوى، أو مع إنه بتصعب عليه نفسه إنه يروح يشكي للمرأة، لأنه هو رجل، هو يتحمل، هو يقدر يسوي كل حاجة، هو سوبرمان، الرجال كده بيشوف نفسه. والمرأة برضو جميل إنه هي تحسس الرجل إنه هو سوبرمان، إيش المشكلة؟ ما هو بيحميني، ما هو بيصرف علي، أنا بالي رايق، مرتاح، قاعدة في البيت، محصنة، محمية. في أسباب تخلي الرجل بالطريقة هذه يا جماعة. يعني أنا ما أقدر أطلع نفسي من المسؤولية إنه أجي أقول إنه هو سوى وعمل، إحنا الاثنين ما في شيء ما في سبب. ولنفرض انه المرأة ما تصرفت تصرف معين، النية، ولنفرض انه النية برضو كويسة، انا السبب ان جذبت التصرف ده ليا،
وانت عارفة انه هذا من الشخصيات اللي ما يتحمل. مش معنى كده انه ذنبه مغفور، لا، بس انت كمان لا تساعدي في 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 وضع الاستفزاز ده. يعني تعرفي شخص من النوع العنيف، انت وافقتي وقبلتي انك انت تكملي حياتك مع الرجل العنيف هذا الا ما بنلك في الخطوة. معليش احنا الان ما احنا في زمن ما بنشوف وما بنعرف وما بنحس وما عندنا وعي، وقبلتي، ليش ما الواحد ياخذ الامور بهدوء وبتفاهم، بهدوء وبتفاهم وبوعي وبادراك انه هذا مش عدوي، هذا حبيبي، هذا ابو اولادي، هذا اللي ربي بعت لي هو هديه من السماء، وانا نفس الشيء. يعني ما هو بيتعب عشان ياخذني، ما يعني ما بيطول ضفري الا بطلوع الروح، لازم يدفع شب وزواج وتجهيزات ويحاول مع المرأة نفسيا وجسديا وعقليا، ويقعد يفكر كيف يبغى يصرف على العيلة هذه، ولازم طبعا يكون عضو عامل في المجتمع اللي ينتج في شغله وفي في 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 وضعه. يعني أنا لما بجي بتزوج إيش بفكر؟ المرأة لما بتجي بتتزوج بتفكر في إيش؟ بتفكر في فستان الفرح، بتفكر في الحفلة، بتفكر في المعازيم، مين نعزم، فين حتسوي الفرح، في أي قاعة، في أي أوتيل، كيف حيكون شكل الفستان، هذا اللي بتفكر فيه. الرجل لما يجي يفكر في الزواج بطريقة مختلفة تماماً، إنه كيف يكنكن مع هذه المرأة، كيف حتساعده في طريقه وفي حياته وفي طموحه وفي شغله، في انه تجيب له اولاد تراعيهم تربيهم احسن تربيه. فبلاش الهجوم هذا لانه بيسبب خلل اجتماعي رهيب. ليه الاحاسيس دي؟ طب هو رجالي، هو اقوى مني كعضلات، طب ايش المشكله حتى يكون اقوى مني فكرا؟ حلو، احس بالحمايه، احس بالاحتواء، ايش المشكله؟ ايش المشكلة اللي عند الست انه هي تحس انه الرجل متفوق عليها مثلا في اشياء؟ ايش الازمة في الموضوع؟ طب هو متفوق عليها في اشياء انا في مجاله، انا متفوق عليه في اشياء في مجالي. ما يقدر يغير دايبر، اوكي، بس مو زي الام. هذه البيبي هذه لحالها يعني يبغالها قدرة على التحمل 40 يوم دي اللي معدة الطفل بتحاول تستوعب نوع الحليب اللي بياخده، تطلع الروح، يعني صريخ صوت واحد طول 40 يوم. المرأة تعبانة وهلكانة هذه ما يقدر عليها. يعني في أشياء أنا أقدر عليها لما أجي أطلع من البيت، ما أقدر عليها الرجل. ليه أنا بطالع اللي عند الرجل أنا أبغى أطلع وأكون راس براس في الشغل، راس براس؟ يعني أبهدل ليه أبهدل نفسي؟ ليش ما أقعد كان كده أنا وهو حبيبة مع أولادنا؟ يعني ليه ما أعمل إضافة من دي الناحية وأحس إن أنا عضو عامل في المجتمع في بيتي؟ ليش لازم أطلع وأثبت إيش اللي أبغى أثبته بعد الولادة؟ إنجاز رهيب 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 ما حد يقدر عليه إلا المرأة، سبحان الله، بالفطرة. زي ما الرجل بالفطرة سبحان الله بيقدر يتحمل انه يطلع برا ويشتغل، سبحان الله، كل واحد فينا له طبيعته وله قدراته. ليش اجي انا اجذب ذبذبات مختلفة عن طبيعتي واكلها بعدين انترك لوحدي ولازم انا اللي اتصرف؟ ولازم ارهاق ارهاق ارهاق، وعندي اولاد، ليه اقلف نفسي فوق طاقتها في وقت اني انا عندي رجل ممكن يجيب لي لبن العصفور لو انا ابغى، لو عرفت كيف اتعامل معاه؟ بيغلطوا معاكم، احنا برضو بنغلط. ما حد يصير في اسر سويه، اسره صايره اخر شيء الواحد ممكن يفكر انه هو يبنيه ولا يشتغل عليه ولا نفسيه الزوج بالزوجه. يعني ليه هذا كله؟ ليه العنف هذا من المراه على الرجل؟ وبيغلط، اوكي، قوم الوضع. انت كمرأة تقوم مخك في البلد، مش معنى كلام انه انت السبب. يعني في رجال ربي عالم يعني، لكن المرأة برضو
لها قوتها ولها سطوتها ولها قدرتها ولها مخها ونفسيتها، وعندها سلاح قوي جدا اللي هو الرقة والجمال والأنوثة. هذه أسلحة قوية جدا، وأنها تكون مرأة صالحة لزوجها، مرأة صالحة يعني تكون ستر وغطى عليه، أهم حاجة ما تروح تفضح فيه عند الناس. وإذا تبغي الحياة تستمر، مش تقبل الضرب والتعنيف، لا، بس تعرفي كيف ما تستفزيه، كيف إنك أنت ما تنكشي الحتة هذه اللي فيه عشان لا يطلع أسوأ ما فيه، وتحاولي قد ما تقدر تطلع أحسن ما فيه. إحنا في النهاية نبقى يكون في أسرة مستقرة، أسرة سعيدة مبسوطة، ونربي جيل نفتخر فيه بعد كده. وهذا هو إنه تكون المرأة عضو عامل في المجتمع، وتكون أنتجت فعلا في المجتمع، بدل ما يترموا الأولاد على الشغالات. أنت أقعدي ملكة في البيت، بس راحي الأولاد مهم، تشرفي على البيت وأنتي سويت. لازم التربية تكون أنت اللي تربي مش الشغالة. فأعتقد إنه كده المعادلة حتظبط، وحيكون في توازن اجتماعي حلو راقي محترم، والكل حيكون راضي. وترى الطمع يفرق ما جمع، يعني بلاش المرأة تطمع إنه هي تبغى تطلع، تبغى تثبت نفسها، تبغى أدرسي وتعلمي وأعملي مشروعك، بس الأولوية للأسرة والبيت والزوج مدام أنت تزوجتي. إما لا تتزوجي ولا تجيب أولاد، عيشي أنت لحالك وانبسطي وأنت جي زي ما تبغي، بس الاثنين مش حيجوا. الأولوية للزوج والأولاد والبيت.